معانا بيه. طبعا نبدا، وده يشرف طبعا نكون اول مداخله ليا النهارده او اول مداخله على الشكل الجديد. مش هقول صديقي، مش هقول صاحبي، مش هقول غير ان هو مثل اعلى، بستشيره في حاجه كتيره جدا، بيدعمني دايما. استاذ خالد، مساء الفل. أنا أستاذ محمد زي حضرتك، وسعيد جدا إن أنا معاك في أول مداخلة. هو أنا سعيد وحزين وبعتذر ليه؟ حقيقي، سعيد بالشكل الجديد وسعيد باللي أنت بتعمله واللي المجموعة كلها بتعمله معاك، وحزين إن أنا كان المفروض أبقى جنبك وبساعدك، بس الظروف حاكمة علينا اليومين دول، وبعتذر ليك عشان فعلا انا مش واقف جنبك اليومين لا دول. لا، انت واقف واقف وبشده استاذ خالد، وما منساش وقفتك معايا. انت دايما بستشيرك في كل حاجات كتيره بتدعمني، متألق دايما، متألق دايما. وزي ما كانت اول مداخله كان صاحب فكره الشاشات تبقى بالشكل ده كان استاذ خالد سعودي، وعملها في برنامجه في حلقه من الحلقات حزب بيرما. وانت المهم طمنا عليك يا استاذ خالد. اليومين دول احنا في وقت صعب، معلش عليك التحمل، والقناة كلها عليها التحمل. الحمد لله. مش هنسى زي ما انت شكرت كل أسرة القناة، لأنهم فعلا جنود، يعني جنود حقيقيين بيمارسوا مجهود غير طبيعي، فمن أصغر حد فيهم لأكبر حد فيهم أنا بشكره شكرا جزيلا على المجهود اللي بيبذله، وبشكرك على رأس المنظومة وقبلك أستاذ عبد الحميد توفيق، طبعا ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة. معلش هستسمحك هاخد من وقت حلقتك دي، براحتك. مش هكتر عليك لا أستاذ براحتك محمد. خالص. هي رسالة، بس هي رسالة واجبة، رسالة للشعب المصري كله، هاخدها في دقيقة، وهي لحظة، دقيقة، وقتك معاك يا استاذ خالد. دقيقة مصارحة يا أستاذ محمد، معلش سامحني فيها، لازم اتفضل. نصارح بعض فيها. إحنا دولة ضعيفة يا أستاذ محمد رمضان، لا ما احنا دولة عندهاش قوية. ماشي، انا هسمعك للاخر وهعقب يا استاذ خالد. هكمل لك، إحنا اتفضل. دولة ضعيفة ما عندهاش الإمكانيات ولا الآليات اللي نقاوم من خلالها وباء عالمي أو جائحة، زي ما اتنقلت من وباء بقت جائحة عالمية حاليا. فاحنا ما عندناش الاليات اللي نقاوم بيها الجائحه دي. تاني حاجه، دي واحد. اتنين، لو احنا اتعرضنا للتحدي حقيقي هتكون خسايرنا كبيره جدا كدوله. طب تلاته بقى، الدوله المصريه اللي هي المتمثله في الحكومه بتبذل قصارى جهدها، قصارى جهدها، وحقيقي على قد امكانياتها، وحقيقي وتقييمي الشخصي انها نجحت بنسبه 90% في اداره الازمه، فعلا فعلا. ان لم يزيد، الدوله ناجحه بنسبه 90%. في بقى نمره اربعه في النقطه دي، احنا كشعب عندنا مشكله يا استاذ محمد. استاذ محمد، الحظر بيبدا من الساعه 7 لحد تاني يوم الصبح، في غير وقت الحظر احنا بنمارس فيه كل الخطايا اللي ربنا خلقها، يعني كل الخطايا احنا بنمارس الزحمه، او بنمارس التجمعات، وبنمارس كل الفوضى اللي ممكن تتخيلها احنا بنمارس. هديك مثل واحد ووحيد وانا معني بيه، معاك، استسمحك فيه. اتفضل. الدروس الخصوصيه، السايبر اللي اتمنع، واللي الداخليه بذلت مجهود في انها توقف الدروس الخصوصيه. انا ممكن اقول حاجه في النقطه دي. طبعا احنا جربنا نعيش من غير ترفيه او شهوات. تمام، انا بكلمك على سلوك مصري بامتياز. الدرس الخصوصي ده اللي اتمنع دلوقتي، واللي احنا بنقاوم الدروس عشان عندنا وباء، عندنا فيروس، عندنا جائحه. تخيل بقى ان الدروس الخصوصيه دي بنتحايل على السايبر، وبنتحايل على اماكن الدروس الخصوصيه بتاعت المدرسين، ودلوقتي بقى كل 10 20 بنت يتجمعوا عند بنت في بيتها والمدرس يجي لهم يا استاذ محمد، او عند ولد في بيته والمدرس يجي لهم. يعني احنا بنتحايل على مين؟ بنتحايل على الدوله؟ يعني احنا يعني انا مش فاهم ايه، ما هذا السلوك المريض اللي بيحصل؟ طيب هو المفترض بقى ان احنا ان الدوله تعمل ايه؟ لما يكون هذا يا محمد بيه، لما يكون ده سلوكنا بقى احنا كمصريين،
احنا هو احنا اتمنعنا عن الدروس الخصوصية في السايبر عشان ترفيهي ولا عشان عندنا مصيبة في البلد؟ عشان عندنا مصيبة. عشان في طب مصيبة. لما سلوكك انت بقى كمصري ان انت بتجمع البنات بيتجمعوا في بيت او الولاد بيتجمعوا في بيت كلهم والمدرس ما انا بيجي لهم؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ اتفضل خالد. بص يا استاذ، اتفضل يا حبيبي اتفضل. الازمه دايما بتبين المواقف، بتبين مين بيبص لمصلحته او مين بيبص للمصلحه العامه. فكتير متفق مننا، معاك. كتير مننا بص للمصلحه العامه، وعلشان كده الحمد لله مصر في ليفل الامان حتى الان، لسه ما وصلناش الحمد لدرجه لله الخطوره يا رب، وإن شاء الحمد الله ما لله، نوصلش إن وازمه شاء الله. هتعدي. والمصريين ادوا درس للموضوع ده، ان كانت حكومه ورئاسه وشرطه وجيش صحيح صحيح، دي حقيقة. وصحه، ادى الدرس لكل العالم ان احنا كمصريين احنا قد اي ازمه. بس لازم يطلع في مظبوط. وسط الازمه دي بعض الاشخاص اللي بيبصوا لمصلحتهم، بعض الاشخاص اللي بيبصوا انا، طب ما انا هخسر، طب ما انا لا، ما انا لازم اشتغل، انا هتحايل على الموضوع. لكن بيبانوا، واحنا كشعب مصري او احنا كمصريين ما بننساش دايما مين اللي في وقت الازمه بص للصالح العام ومين اللي في وقت الازمه بص لمصلحته. استاذ خالد، ده حقيقي، ده حقيقي. ده حقيقي. رجال الاعمال يا استاذ محمد، انا عايز اقول ان رجال الاعمال اتقسموا لثلاث فئات. الفئه الاولى بتاعتهم اللي هي الفئه الكلاس، اللي هي الاعلى فئه، الفئه دي بتهزر يعني بس انا في اسف منهم في تراجع اللفظ. عن مواقفه يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك ان فئه رجال الاعمال اللي هي الفئه الوسطى هي اللي دلوقتي بتعمل اعمال خيره. لا، ما هو دلوقتي والفئه الاستاذ نجيب ساويرس تبرع ب 100، مؤسسه ساويرس تبرعت ب 100 مليون، محمد رمضان تبرع ب 2 مليون، ابو العينين اسمه ايه عفوا، ابو العربي استاذ محمود العربي تبرع لا، محمود ب العربي فعلا صح. ده حقيقي. تمام. فالناس دي، فاحنا في الناس دي وقت المصريين لازم مش هنسوهم. نتكاتف فيه. ده حقيقي. انا بشكرك على سعة صدرك، الله يخليك. وسعيد جدا بالمداخلة دي، وسعيد وانا عايز اقول على حاجة. اتفضل. الله انتوا دلوقتي بتقدموا حاجة محترمة، تسلم، بتقدموا حاجة محترمة، ربنا يخليك. وكونكوا تعرضوا نفسكم لانكم للشغل في وقت زي ده، وانا عارف ان هو وقت صعب عليكم كلكم، بس ده انتم مشكورين عليه، لان برضو الدوله ما ينفعش تتوقف. انا لا ضد لا لا، ان مش هتنفع الحياه تتوقف، بس تتوقف. نعمل ولكن نعمل بدون خطر، نعمل في الآلية، بحرص بالآلية بحرص اللي حطها الدولة اللي هي شايفاها لمصلحتنا، فبنعمل فيها، بنلتزم بالحظر. إن كان في استثناءات لبعض الناس بنستخدمها، وبنكون يعني بقدر الإمكان العدد ما بيكونش كتير، والبرامج قلت الفترة اللي فاتت. تحياتي ليك إن أستاذ شاء الله. خالد، وسعيد جدا بيك، وهتنورني إمتى؟ متألق دائما إن شاء الله، لو ربنا سهل. يعني أنا ملتزم بالحظر، فلو إن شاء ربنا الله. سهل الأسبوع الجاي إن شاء الله أبقى معاكم. أنا بعتذر أنا ما كنتش معاكم حلقتين كده على الهوا، وإن شاء الله من الأسبوع الجاي أكون إن معاكم، شاء الله، إن شاء الله. وموفق دائما ومتألق دائما، ووشك جميل على الله الشاشة، يخليك يا أستاذ خالد، ربنا يخليك. وصوتك فخم وقوي، وإن شاء الله هتقدم لنا حاجة محترمة على ربنا الشاشة إن يخليك شاء يا الله. خالد، تحياتي شكرا ليك، جزيلا ليك. وتحياتي ليك، وصباح الفل عليك، مش هقدر مساء الفل عليك عشان احنا عدينا الوقت. تحياتي ليك.